بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. فونت تايب، أنا دلوقتي عايز أحط عندي كذا ليبلز، بس عايز ليبل منهم يبقى مميز بنوع خط مختلف. إزاي نعملها؟ تعالى نشوف مع بعض. أول حاجة هعمل إمبورت للتكنتر، وهقول له فروم التكنتر امبورت الايه التي تي كي اللي فيها الادوات. هعمل اف ار ام هخليها تاخد من التكنتر دوت تي كي، قوسين فاضيين، وفي النهايه الاف ار ام دوت مين لوب، قوسين فاضيين. هاجي هنا الاف ار ام دوت جيومتري على 600 اكس 400، هعمل ال ب ال 1 هجيبه من التي تي كي دوت الليبل، عنصر الليبل من التي تي كي. تمام، الليبل ده هيتضاف على الاف ار ام، والتكست المكتوب جواه هيكون جواه، عايز يكون مكتوب جوه التكست ده مثلا مثلا ليبل هيدر مثلا. تمام، اوكي. وهعمل ال ب ال 2 ده بيساوي برضو من التي تي كي المكان اللي فيه الادوات كله، هجيب منه الليبل دلوقتي اهو ليبل. تمام، احنا بنتدرب على الحاجات دي دلوقتي لان بعد كده لما نيجي نشتغل هنستخدمها واحنا مغمضين ان شاء الله. من الايه؟ من الليبل. خلاص، اوكي. حروف هيتضاف على ايه؟ على الاف ار ام كوما، والتكست اللي جواه عايزه يكون مكتوب عليه ليبل 2. تمام، واعمل لي ليبل 3 سميه ال ب ال 3 واكتب عليه ليبل 3، وعلشان كل ده يظهر ال ب ال 1 دوت باك وقوسين فاضيين، ال ب ال 2 دوت باك وقوسين فاضيين، ال ب ال 3 دوت باك وقوسين فاضيين، واعمل سيف على كده وشغل اهو ال ب ال هيدر وليبل 2 وليبل 3. عاوز اغير نوع الخط الخاص بالليبل هيدر ده. تمام، طيب لو انا جيت قلت ايه ال ال بي ال 1 ده اللي انا عايز اغيره، اقول له دوت كونفج دوت ايه دوت كونفج، عايز اغير شويه اعدادات جواك. احنا اتعلمنا قبل كده بفضل الله اننا نعمل الباك جراوند مثلا نيفي. تمام، وبفضل الله اتعلمنا قبل كده ان احنا نعمل الكلر، لا كان اسمها فور جراوند، فور جراوند على اي لون تاني مثلا لايت بلو، يبقى متناسقين مع بعض بالشكل ده لغايه كده. تمام، عايزين بقى نتعلم حاجه تاني. اقول له الفونت بتاعك بيساوي، بص بقى حط هنا الاسم اللي انت عايزه، يعني لو انا كتبت مثلا اريال ورحت عامل سيف وشغلت، بص هتحس ان هو مختلف شويه عن اللي تحت، واخد بالك؟ الليبل الهيدر ده هتحس ان هو مختلف خالص عن ايه؟ عن اللي تحت منه. طيب بص، بدل اريال خليه تهوما، واخد بالك؟ تهوما، شايف؟ او خلي دي كده اريال، خد منها كوبي وكومنتها وحطها هنا بيست، واكتب ايه؟ تهوما، واعمل سيف، شغل كده برضو ايه، تحس ان هو متغير شويه، وهكذا بقى. شوف يعني انا هقول لك على حاجه عشان اغير لك حاجه انا اكون عارفها وتكون يعني واضحه جدا التغيير، هي الامباكت. امباكت الخط امباكت تقيل قوي، شغل كده بص عامل ازاي الامباكت، تحس ان هو فعلا مختلف غير التهوما والاريال والحاجات دي، تحس ان هو فعلا مختلف. شايف عامل ازاي؟ بص
تقيل كده، تحس ان هو بتاع عناوين فعلا، بتاع عنوان الرئيسي للفورم فعلا، واخد بالك شايف عامل ازاي؟ الامباكت لما غيرته فعلا اداك تغيير واضح للايه؟ للليبل هيدر. يبقى احنا كده غيرنا الفونت تايب للليبل بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.